سواء يعني صرت انسان مو كويس وصرت انسان كويس بنفس الموضوع، بس انك لما تصير انسان كويس كل الناس بيحبك، كل الناس حتى لو طلعت ربي بيكتب يعني بيعطيك على قد نيتك، بعكس انه مثلا انا اكون وسخ معك او خبيث معك، فاهم؟ لما تكون من جواتك انت ايهاب، ما يعني ما تشوف للقب انه هذا بيفرق بيني وبين احد، او مثلا بتسوي معايا حركه عشان اللقب مثلا. في النهايه احنا دخلنا، احنا وصلنا في النهايه، انا ممكن اشتغل انت ما تشتغل. ولكن المشكله في اشخاص هنايا كيف يدوس عليك عشان فهمتيني، كيف يديرك تحت رجليه باش ينقز، او يخيب لك الصوره ديالك قدام الناس، او فهمتيني. وصلنا لهاد المرحله خويا علي وما كنبغيهاش هادي، فهمتيني. انا كنبغي نكون مع بنادم مزيان، ولكن بنادم كيخيب لي صورتي قدام الناس وعادي هاني، وكنت عارف كلشي وفاهم، عارف باللي انت ساكت ولكن انا فاهم كلشي. بس يعني ربي بيعطيك على قد نيتك وربي يعطيك على قد نيتك، بس حشومه، فهمتيني. انت كتشوف كلشي بعينك، بنادم كيخيب لك صورتك قدام الناس وكيهضر لك ورا ظهرك وداك الشيء، ما واش فهمتيني اخويا. حنايا ما فيناش الحسد، والله ما فينا الحسد. تقدمت عليه شويه او نتايا شفت فيك، كنبغي لك الخير، فهمت؟ داكشي اللي كيعجبني في انيس. انيس سبحان الله العظيم ما فيه لا حسد، ما فيه لا نفاق، ما فيه لا والو، كيبغي الخير للناس، كيبغي كل شيء. كنشوف كنلاحظ داكشي، شي واحد يشوفك في الثياب شويه يعني فوتو بشويه يحسدك، ما فهمتش انا علاش. بغيت هو اللي شاي كرمتي فوق منك، مرتاح في العيش النار، وانت اللي بديتي نقصان، انت اللي بديتي. هذه الاغنيه تبدا كاع شي واحد غلط في حقك، قولي انت اللي بديتي ماشي انا، فهمت البلان؟ كرمتي فوق منك، مرتاح في العيشه بلاك، بديتي. اي واحد غلط في حقك، واي واحد هضر مورا ظهرك، انت اللي بديتي ماشي انا، فهمتي؟ فهمت البلان في الهضره، وحسيت بها الاغنيه، حسيت بها. شحال من واحد وقت في ظهري وضرب في ظهري وقلت لي انت اللي بديتي ماشي انا، اعلنت الحرب ماشي انا، اعلنت الحرب عليا وانت اللي بديتي تهددني بكل. سير باطي فراس داك البوم، سير بطير ها داك البوم والله هذا قلت او هذيك ناي لا 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 مليون و500 داك مليون و500 صح؟ لا ماشي داك سيلي باطيك باكما، سيلي باطيك باكما سجلتها هي، وهذيك هجرني وراح باكما سجلتها. هذا افكار في راسي، فهمتيني. اللي سجلتهم متعالي لي، تعالي لي وصلت 1.5 مليون، والاخرى وصلت 6.5 مليون. تعالي لي انت اللي بديتي وصلت 2.5 غادي 3 مشكلة. على فكرة يعني انا المغرب بعرف انه عندكم اشياء حلوة في المغرب، يعني حفلاتكم حلوة. ما عندي مشكلة نسوي حفلة ان شاء الله في باريس. انا استقرت في المغرب، شوف المغرب على حقيقة، وجيو ونتظبط كلنا. أنا بجي أحضر لك حفلة، مو مشكلة، أحضر حفلة لك. تحضر حفلة تغني معايا، مش هاخذ لك بغني معاك أنت اللي بديتي الخصام. حقك. مرة البرنامج نشوف شكون اللي غيدير بكلمته. أنا ماني موجود. عندك.